هذا المشروع هو سميتو رسم لي مدينة، وهو عبارة على ديزاين تشاركي مع سكان مدينة العيون وقرج الخيل وفم الواد، وخاصة نساء وأطفال ومتعوقين والشباب. وعلاش؟ شنو السبب اللي اختارينا هاد السكان؟ لان الصوت ديالهم ما توصلش دائما التقررات في المدينه، وعود حنايا بغينا كمهندسين مشاركين مع مؤسسات فوس بقراع ناخذوا الراي والاحتياجيات ديال السكان ديال العيون باش نحسنوا الفضاءات العامة ديال المدينة. هاد الورشات كان الهدف ديالها هو أرسم مدينتي. بطبيعة الحال كنلاحظوا هنايا بأن مجموعة ديال التلامذ شاركوا بواحد المجموعة ديال الأعمال. هاد الأعمال تعكس النظرة ديالهم حول المدينة المستقبلية، مدينة العيون، كيف ستكون هذه المدينة مستقبلاً. هناك مجموعة من الأفكار التي عبر عنها هؤلاء التلاميذ والتلميذات، منها أن هذه المدينة سوف تكون مدينة علمية ذكية ببنايات شاهقة، بنايات جميلة. وكذلك لم ينسى التلاميذ الجانب الأخضر أو المساحات الخضراء بكونها تشكل يعني المتنفس الذي سيعيشون فيه. اليوم شاركنا في هذه الفعالية التي نظمتها العيون في قصر المؤتمرات بشعار ارسم لي مدينتي، وهو هذا الذي خاصك ترسم رسمة كتعبر فيها على المطالب اللي باغيها في هذه المدينة، وان شاء الله من القدام يطبقوا هذا الشيء على ارض الواقع. كنشكروا جميع المساهمين في هذا المشروع الجديد اللي حامله مؤسسة فوس بقراع، واللي كيتضمن هو هذه المشاركة ديال جميع التلاميذ والتلميذات المؤسسات التعليمية في إنجاز مدينتي، في إنجاز مشروع جديد بتصور جديد، وهي مساهمة في التصميم التشاركي. وكنشكر جميع الوليدات اللي مساهمين معنا اللي ينتمون الى مؤسسه الابداع، واللي حاضرين معنا بقوه من خلال الورشه ديال ورشه الفنون التشكيليه، وكذلك اللي حاضرين معنا من خلال الورشه ديال ارسم مدينتي.